هذا المؤتمر ضروري جدا على صعيد ما تم إنجازه خلال العام الفائت والنظرة المستقبلية للعام القادم، ونقف عند هذه الإنجازات لنسير المسار الصحيح نحو العقبات لتذليلها ونحو النجاحات لدعمها ودعم الفنان التشكيلي عموما في فرع دمشق وفي سوريا عامة. مؤتمر فرع دمشق على كافة مؤتمرات المحافظات أقيمت، اليوم المؤتمر حيقام لفرع دمشق برعاية أمين فرع الحزب العربي الاشتراكي الرفيق حسام السمان فرع دمشق لإدارة هذا المؤتمر، طبعا رئيس الاتحاد رئيس فرع دمشق والفنانين التشكيليين بفرع دمشق. بتمنى لهم التوفيق وان شاء الله متطلباتهم تكون نحسن نلبيها كاتحاد مركزي. بكل السرور وبسعاده بالغه نحن حضرنا صح نحضر هذا المؤتمر للتعبير عن كل شيء سواه فرع دمشق نقابة الفنون التشكيلية بدمشق من أعمال وأمسيات شعرية وحفلات فنية ومعارض فنية خلال فترة العام الحالي كاملة، فكان يعني عبارة عن إنجازات عظيمة كتير قدموها فرع دمشق لنقابة الفنون التشكيلية، وعطت هلأ بالمؤتمر كل شيء فيه توصيات اللي حتنطرح بالمؤتمر.